مورنينغ شحويلكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير ومرحبا بكم في فلوج جديد. عندي برشا ما صورتش فلوج، نعرف اللي برشا فيكم تحبوا الفلوجز، وانا بيدي نحب نصور فلوجز، دونك قررت باش نعمل اكثر فلوجز. اذا كان ماكمش ابوني للشان يوتيوب، ميك شور يو سبسكرايب، فما دي فيديو جدد نرشح تولى اللي انا اكتيف اكثر. اذا كان فاتوكم تفرشوش عليهم، اعملوا عليهم طلة، وانزلوا على الناقوز اللي بحذا السبسكرايب باتن باش كي نهبط فيديو جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون. سينا اليوم اثنين، حبيت نصور الفلوج على طول الجمعة باش نوريكم كيفاش نعدي اياماتي. دونك انا توا في البيت اللي نصور فيها، تنوريه لكم بعد شويه. ما عنديش هكا بروجرام سبيشال ياسر اليوم اثنين، باش نمشي ظهرلي نقد بروتين في شعري، وعندي شويه خدمه نخدمها وكهو. ليتس جو لكم شويه البيت اللي نصور فيها. هذا الديسك تاعي، خديته من تونس كاونت، الكرسي كيف كيف من تونس كاونت، الخده من عند زان هوم، عندي الكاميرا اللي نصور بها، وهذاك الرينج لايت، هذيك الكلازا نتاعي، وهذوما دي زيتاجير خديتهم من عند جوميا، ظهرلي نسيت حاطه فيهم الميك اب نتاعي الكل. I probably need a bigger space. وهذوما les étagères اللي يزبني راكبهم هوني، هذوما خديتهم من جيان. في هذي خديتها من باج فيسبوك اسمها باري هوم ظهرلي، وهذي السايد الاخرى اللي داخلة بعضها شوية، عندي ستاند هذايا خاطر الكلوزت متاعي ما كفاتش حوايجي كل اوف كورس، والقرب هذاك الكل يلزمني نلمو برشا خيوط. كم شوية الاوتفيت نتاعي قبل ما نخرج، المليون هذا عنده ظهري عام ولا عامين عند برشكا، السروال هذا من عند بيمكي، هذوما بالرسمي ماي جو تو جينز، مرتاحين على الاخر نتاع نهار هكا ما عينكش تلبس حتى شيء، تلبس هكا. هذايا ظهري ستيف مادن، ديما عملها بيا، عندي واحد ابيض واحد اكحل هكا خاطرهم كيف كيف تلبسهم وتخرج. ساك نتاعي كيت سبيد، واللونات ما عرفش كيف نجمو تشوفوها سيدي. نوريكم براوني بابا. كيف ما شفتوا انا توا في فول بوتي، باش نبداو توا نعملو بروتيين كافيار. عملنا ديجا ليتاب الاولى، خسرنا شعري بالشامبوان كلاريفيا، هذايا باش يحل الفصرة لي زيكاي نتاع الشعر باش البروتيين يدخل في الشعر. كملت توا البروتيين، كيف ما تشوفوا هاي الريزولتا، حاسيلو محلل احساس كي جوست تشيح شعرك وتخرج هكيكا. سينو انا توا في الكابين دو سوان باش نعمل سوان فيزاج جيمولوجي، باش خليكم معايا تشوفوا. بونجور، شحويلكم، شعاملين؟ اليوم نهار ثلاث، جوست حبيت نجي نوريكم شعري بون، نبدل فيه حتى شيء من البارح، اما بالحق محلي الاحساس هكا تقوم شعرك هابط، بصيصا نقوم شعري يبدا بالرسمي في الاتجاهات الكل، حسيلو
برشا بعثوا لي أسئلة البارح على انستغرام. إن شاء الله اليوم I sit down حسي قبل ما يوفى الفلوج هذايا I'm gonna sit down ونجاوبكم على أسئلتكم الكل. سينو جمعة هذي بزهر is very productive. اليوم عندي رانديفو مع دكتور جيهان فقير. إذا كنت عارفاه على انستغرام تعرفوا اللي عندي مدايدة توا يمكن 4-5 شهور بديت نعمل في الليزر هير ريموفال في الليزر سيل ولي جامب. عملت هلي 4-5 سيشنز دونك اليوم عندي سيونس أخرى توا نهزكم معايا. وإذا كنت تحبوا فيديو نحكي لكم فيه على ماي اكسبيرينس مع الليزر هير ريموفال خليوا لي كومنتير. سينا شلم شعري توا نغسل وجهي ونعمل الروتين متاعي نمشي نفطر ونخرج. جينا داخلة بعضها شوية زمي نغسل معون but first كافي. بالنسبة للسكر نستعمل هذايا أقل الأضرار موجود في الجراند سيرفاس الكل. نحط كعبة ديبيلاسيون لازير مي لا سيت اون ديبيلاسيون بيرمانونت كيف ما قلتلك. Donc, تمشي مش على التيب نتاع البوال الكل. Bien sûr, plus le poil est épais et plus il est pigmenté, plus il est foncé, plus l'épilation laser marche. Donc, pour les poils qui sont vraiment très fins, ou à la roux, ou à la blanc, ou à la blanc, et donc, à la roux, l'épilation laser. Il faut passer à un autre type d'épilation, l'épilation électrique. Donc, l'épilation laser, bon, nécessite bien sûr plusieurs séances. Pour que le poil يتنحى définitivement. بالنسبه للنومبر دو سيونس دي ميس لوني سا ديبون دي زون ان فيت. بلوس لو بوال اي فان بلوس سا نيسيسيت دو سيونس. بالطبيعه مثلا كوم لو فيزاج اون بو اريفي جوسكا 10 سيونس ميم 12 فهمت. بور لي زون او لو بوال اي بلوس ايبي كوم لي زيسيل لو مايو اون بو فير 5 6 سيونس ماكسيموم 7 سيونس. Bon, et ferme les intermédiaires, bien sûr, les zones où ils sont intermédiaires entre 5 et 12 séances. Bon, ils aiment en préciser quelque chose, la lumière du laser, Rahu, n'est pas la lumière cancérigène. C'est un spectre hors les UV. Les UV, c'est le spectre de lumière cancérigène. Le laser, Rahu, m'a rejeté par les UV. C'est un spectre, Wahdeh. Il n'est pas cancérigène. Blucol. Bon, le seul inconvénient qui peut causer, c'est parfois d'avoir des brûlures, mais généralement, c'est des brûlures superficielles, Marita. هلو كملت توا الجرو ميناج واحسن احساس بالجوليه كي تكمل تنظف كل شيء كل شيء يشد بلاصتو. سينا توا الاربعه نتاع العشيه باش نشكل حاجه خاطر نموت بالجوع ومن بعد عندي شويه خدمه باش نكمل نخدمها. يا ربي از هي سو كيوت. برشا ديما تسألوني شنو نخدم خاطر ما تشوفونيش هكا نمشي للبيرو ولا حاجه. نخدم كوميونيتي مانجر وفوتوغراف. الخدمه نتاعي كل اكثريتها في الدار. سو يا بونجور شحويلكم. اليوم اربعة مازلت في الدار عندي شويه خدمه نكمل فيها ومن بعد عندي شويه قضيه البرا باش نخرج نعملهم. سينا وصلوني اسئلتكم الكل على الكيراتين وعلى اللازير في بالي باش نجاوب عليهم في الفلوج هذا مي فلوج باش يطول ياسر دونك باش نصور لكم فيديو نحكي لكم على البروتين وحدها والكيراتين وحدها اللي باش يتحطوا في اليوتيوب شانل ان شاء الله جمعه هذه والا الجمعه الجايه.
بونجور شنو حوالكم اليوم خميس وطقس يعيف سمي مغيمه ومطر تصب تفكروا البارح وقت عملت جراميلاج وغسلت حوايجي كل ونشرتهم بون هما شي حخات نهارين اللي فاتوا الدنيا سخونه اما انا البارح بخلت باش ندخلهم يا اخي البارح ليله كامله ومطر تصب وانا ما فقتش بها قمت اليوم الحوايج كلهم مرنخين بالماء وحتى محليله باش نغسلهم مره اخرى كل ما يشوفني نحكي يحب يمد وجهو هاي هاي شنو احوالكم انا ما ظهرتش برشا اليوم عديت بقيت النهار في الدار صوت لكم فيديو جديده سينو تاو ماشي بحضر رانيا باش نعمل شويه تصاور باي اتوت اي لاف يو تو ورك ات جيرل هاكش نتكسر بالطنان ما نعرفش شي بالطنان انا تو بحضر رانيا بدينا الفوتوشوت باي ذا واي باش نخليكم الكونت انستغرام نتاع الفوتوغرافي اكونت عملوا عليه طله وخليكم زاد كونت انستغرام رانيا امشيو شوفوا التصاور اللي صورناهم اند نعطيونا رايكم ريدي يا عسلامة يا جماعة شنو حوالكم ما عنديش برشا ملي روحت من بحضر رانيا تعشيت وجيت حبيت نحكي معاكم على خاطر I'm not feeling okay اليوم قمت لاباس عاملة جو كل موتيفاسيون نحب نعمل لكم كونتنت جديد ما نعرفش إذا كان لاحظتوا إلا لا I'm trying to be more active اليوم قمت عملت ليستة متاع دي فيديو اللي نحب نصورهم ونحطهم على اليوتيوب واحدة منهم اسمها The Assumption Stack تفرجت عليها قبل وعجبتني وحسيتها تعمل جو حسيتها فيديوهات نجم تكون فن ليا انا باش نصورها وليكم انتوما باش تتفرجوا عليها حاسيلو يا اخي مشيت للانستغرام وحطيت لكم كلمه تاع الكويشنز سالتكم باش تبعثوا لي الاسامبشنز والا لي بريجوجي اللي عندكم عليا برشا هكا كانوا محليهم هكا ويضحكوا ويعملوا جو اما فما باشا زاده عرفت نتاع عباد هكا عطيتهم فرصة باش يسمعوك الكلام جاوني مساجز نتاع مامستك مرزنك نزابي ستوريتك كي تعرضني شبيك تتكلم هكا شبيك تحكي هكا نحسك فاشلة في حياتك نحسك ما عندك ما تصنع في حياتك and these people ما يعرفونيش انا شكون والا انا شنو جوست تابعوا فيا من وراء اكران صحيح يمكن فما بارتي مني تعرفوها ما فما برشا حاجات ما تعرفوهمش مش هذا الموضوع اما برسمي نبهت في عبد ما يعرفش العبد اللي مقابله ويسمح لروحه باش يحكي كلام كيف من هكاك ينجم يجرح ولا يوجع عبد اخر honestly أنا فما أيامات اللي ندخل منها نخرج منها أما فما أيامات زادة اللي الكلام هذا يأثر فيها and it makes me feel sad I'm not sad على خاطر كلامهم يشككني في روحي وإلا نحس روحي أنا بالحق هكيك absolutely not نعرف روحي أنا شنوة I know my worth and I know اللي الحكاية هذي تجي مع الباكج متاع الانستغرام السوشيال ميديا وبابليك اكاونت ودرشنوة اما راهو فما طرق متاع كريتيك فما طرق بتربية نجم توصل المساج متاعك مثلا انا فما برشا عبيد ما نعجبهمش كي نبدا عاملة لي لونتي ويبعثوا لي مساج راهو الف محليك من غير لونتي ما عادش تعمل لي لونتي والله كيف من هكا على قلبي كي العسل اما ساعات تجيك واحدة تكتب لك خيط تفجع راك نحيهم شفتوا الفرق I wish I was. You like this? Years ago, I was on set with Chris McMillan, the hairstylist, and he's like, Jen Aniston loves Adonis Karen Casimir Mish.
He's like, it works really well. It makes her not. Hey, أنا زدت ما تحركتش من بلاستي كملت الخدمة وتوت عديت نعمل في المونتاج متاع الفيديو متاعي. صورت لكم فيديو متاع كيراتين وبروتين أو براوني مساج لبعض. كنوريكم المنظر. أحنا نوريكم المنظر. شفتوها هو بلاستو المفضلة وين؟ I love you. حصير الفيديو هذي بس تحط أونليني الليلة اليوم جمعة. هذا كما نديت بورت شوسور هذي من جوميا ويت البارح جاتني اليوم. فرانشمان سيرفيس رابيد على الاخر باش نحيلها البلاستيك ونوريها لكم ان شاء الله تطلع الكاليتي نتاعها باهيه. سومها ماهوش غالي برشا 175 دينار. فاينل ريزولت ما زدتليش صبابتي الكل بالطبيعه يلزمني وحده اخرى ويلزمني نشوف حل لحيتي سينو زدت الفازات هذوكم زعما ديكوراسيون. انا توا في الدار كنت نعمل في اريتنج شويه تصاور وحبيت نوريكم تصاور اللي عملتهم راني البارح. قربوا شويه هكا باش تشوفوا البدا. هي توا 7 متاع العشيه وتوا وين خرجت من الدار لبست براوني حويجو وتوا ماشيين بحدا أمينة أختي. انفيتي سوربريز للدار. واو براوني اركع. هلو يا جماعه شرحوا لكم اكسكيوز ذا مس بيهايند مي. حاسين عديت ويكاند بورينغ على الاخر. البارح ديجا ما صورت حتى شيء. عديت نخدم ونظمت خدمتي نتاع جمعه جايه الكل. سينو اليوم مشيت فوك بوتي عنا ميك اب صورناه عملنا تصاور وفيديو تشوفوهم ان شاء الله على قريب. ومن بعد جيت بحذية صاحبتي يسر وجابت ولدها ياخي عملنا له هكا شويه تصاور وتوا انا وبراوني نعملوا في المونتاج نتاع الفلوج اللي بتتفرجوا فيه توا ان شاء الله الجمعه الجايه تكون مور فان وان شاء الله نشوفكم في فلوج جديد نهار الاحد الجاي. باي باي.